الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الشعب التونسي العظيم، السيدات والسادة الضيوف الكرام، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام التونسية والعربية والدولية الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني في بداية كلمة هذه أن أتقدم بخالص الامتنان وعميق التقدير لكافة الزميلات والزملاء المحترمين الذين ساهموا في إنجاح هذه الجلسة الافتتاحية بمختلف أطوارها للعهد النيابي الثانية، كما أشكر جزيل الشكر الذين شرفوني بمنح ثقتهم الغالية، فقد حملوني مسؤولية جسيمة رئاسة مجلس نواب الشعب الجمهورية التونسية للفترة النيابية 19-24، وإذ أحيي الذين تقدموا للتنافس لنيل شرف رئاسة أعلى سلطة تشريعية في البلاد، فإنني أؤكد للجميع أنني أصبحت من هذه اللحظة وبعد نهاية الزمن الانتخابي رئيساً للجميع في خدمة الجميع، والأهم في خدمة تونس الحبيبة ومؤسساتها العتيدة وشعبها العظيم. وإذ نقف هذه اللحظات التاريخية إجلالاً وتعظيماً أمام مقام شهداء تونس الأبرار الذين سطروا أروع ملاحم الفداء لنيل الاستقلال ثم بناء الدولة الحديثة، وإخوانهم الذين لحقوا بهم من الأجيال المتعاقبة من عموم التونسيين والقادة السياسيين ومن القادة النقابيين الذين عبدوا طريق الحرية بدمائهم الزكية. وتقديراً واحتراماً في حضرة الذاكرة الحية للتضحيات الجسام والعذابات المريرة لكافة المناضلين المنفيين بجميع أطيافهم وألوانهم وحساسياتهم الفكرية، وكل الذين عذبوا من أجل أن تكون تونس حرة، من أجل محاربة ثقافة الخنوع وثقافة الاستبداد، فتوحدت التضحيات العظيمة بثورة 17 ديسمبر 14 جانبي، أهم حدث في تاريخ تونس والعالم العربي في بداية الألفية الثالثة، مما مكن بلادنا من أن تصبح نجمة مضيئة بقيم الحق والخير والحرية والعدالة وسط محيط متلاطم ومضطرب، كما مكن كافة أبناء وبنات تونس في الداخل والخارج من أن يعبروا بكل حرية وتنافس شريف وأجواء ديمقراطية عالية عن ذواتهم واختياراتهم في محطات انتخابية متتالية. السيدات والسادة الأعضاء الأفاضل، وإذ نستعد على بركة الله للبدء في أعمال مجلسنا الموقر، فإننا نقف بكل فخر واعتزاز وعميق تقدير للذين سبقونا من رجالات تونس العزيزة، وفي مقدمتهم السادة أعضاء المجلس القومي التأسيسي ورئيسه الراحل جلولي فارس رحمه الله، وصحبه الذين سطروا دستور دولة الاستقلال الحديثة. لا ننسى في هذا الصدد أن نذكر بالخير محمد الناصر سلفنا في هذا المجال. أيها السادة والسادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أن نذكر كل هؤلاء وآخرهم كما ذكرت أو قبل آخرهم الدكتور مصطفى بن جعفر وكافة زملائه وزميلاته الذين ساهموا بصمودهم وحكمتهم وثباتهم في حماية قيم ثورتنا السلمية، وأهدوا لتونس وشعبها دستور الجمهورية الثانية الحرة والديمقراطية ومكانا رفيعا بين الأمم. وإذ نجدد خالص شكرنا وامتناننا للجهود المقدرة لكافة أعضاء أول مجلس نواب الشعب
وبرئاسة الأستاذ محمد الناصر، فإننا لا يفوتنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي رحمه الله رئيس الجمهورية السابقة بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عنا. ونحن إذ نستحضر نضالات شعبنا بكافة رجالاته العظام ونسائه الحرائر وشبابه المبدع، فإننا لا يمكن أبداً أن ننسى الأمانة الغالية التي منحنا إياها شعبنا، والرسالة القوية التي بعث لنا بها، ألا وهي أن الوقت يداهمنا، وأن حجم الانتظارات الكبيرة لشعب حر يرنو بكل بساطة لتغيير صادق في حياته اليومية، والتخفيف من الأعباء القاسية للعيش، وتوفير مقومات الكرامة للجميع، والضرب بيد من حديد على شبكات الفاسدين والمفسدين، وتدمير أوكار المحتكرين من خلال إيقاظ جذوة أمل حقيقية لشباب تونس في العيش الكريم عبر الإنتاج في الاقتصاد الجديد الرقمي، وتوفير كل التشريعات والقوانين التي تعزز خلق الثورة وحسن توزيعها وتنمية أسس الاقتصاد التضامني، متوكلين على الله سبحانه وتعالى وطامعين في عونه وجوده وكرمه، ومؤمنين بقدرات شعبنا الخلاقة وقواه الحية الصادقة، وفي مقدمتهم الإدارة التونسية العريقة، ومنها إدارة مجلس نواب الشعب المحترمة ومنظماته الاجتماعية العريقة والعتيدة والمخلصة، ومجتمعه المدني المبهر، ووسائل الإعلام التونسية بمختلف وسائطها التي تنبض حياة وحرية. ولعل من أولى أولويات عملنا النيابي أيها الزميلات والزملاء استكمال انتخاب الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية التي ألتزم كرئيس لمجلس نواب الشعب صحبة زميلاتي وزملائي الأفاضل ببذل أقصى جهودنا لكي تركز في أقرب وقت ممكن. كما أنه من أولوياتنا في تونس إطلاق مسار الإصلاحات والمشاريع الكبرى، ونقدر وأقترح على مجلسنا الموقر أن يخصص لجنة خاصة تدعم مرافقة ومتابعة المجهود الحكومي والمجتمعي للإصلاحات والمشاريع الكبرى والاندماج المغاربي، وهذه العمر أهداف حيوية لديمومة تجربتنا الديمقراطية وتأصلها، وتعزيز قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إطلاق الفرص للجميع والأولوية للشباب والرقمنة ومحاربة الفساد. وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قدم مجلسنا الموقر صورة ناصعة على مضاعفة العمل والجهد والبذل ونكران الذات وإعلاء القيم الأخلاقية السامية. ولعله حري بنا البحث في أفضل السبل لتعديل النظام الداخلي للمجلس مما يقطع بدون رجعة مع السياحة الحزبية، ويفقد النائب صفته إذا غادر كتلته التي ترشح عنها، وذلك تعزيزاً لأخلاقة الحياة السياسية. فإلى العمل، إلى العمل، إلى العمل. عاشت تونس حرة نبية مستقلة، وعاش شعبها العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أن لا يغيب عنا أن نذكر بإكبار وإجلال النائبين السابقين، نائبي الرئيس محمد الناصر الشيخ عبد الفتاح مورو والأستاذة فوزية فضة، بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر بأن الجلسة العامة المقبلة ستكون يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 الساعة 10 صباحا. نوافيكم بجدول الأعمال لاحقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.